اوكي تعالوا نكمل مع بعض. واتفقنا ان انا عرفت اليوم طيب بعد ما عملت بايوبسي واليوم هيستوكيمستري، وقدرت اعرف كمان في اللاب انفستيجيشن في الامجينج ايم ان ويتش ستيج من البدايه. يا ترى التريتمنت هيبقى ايه؟ في اللوكال مانجمنت هيبقى عندي البريست كونزرفتيف سيرجري، يعني الاول زمان كنا بنعمل حاجه بنسميها موديفايد راديكال ماستكتومي، بنشيل كل البريست تيشو لحد ما اوصل للبكتوراليس ميجر ماسل، وبعمل طبعا اكزيلري لمف نود ديسكشن. في البريست كونزرفتيف سيرجري انا ممكن اعمل لامبكتومي واكزيلري لمف نود ديسكشن، وحاليا بقينا نفكر كمان واتس كول سنتينل لمف نود علشان اقل زي ما اتفقنا الموربيديتي، وبعد كده بلجا للتريتمنت ويز راديو ثيرابي، لان البريست كونزرفتيف سيرجري فولد باي راديو ثيرابي ايكوال الموديفايد راديكال ماستكتومي. الانيشيتيف باثولوجي بتاع البايوبسي طبعا بيهمني، لكن الباثولوجي اوف ذا زي ما اتفقنا برضو في المحاضرة بتاعة السيرجيكال أونكولوجي والتايبس أوف بايوبسي والمارجنز الكلام ده يهمني جدا، فيهمني في الباثولوجي بتاع العملية إن أنا بعرف الريسك اللي هيخليني البيشنت تاخد كيموثيرابي تاخد راديوثيرابي تاخد أجمل تريتمنت أو بوست أوبرتيف تريتمنت أكوردنج. أنا إمتى بدي سيستميك كيموثيرابي؟ برضو باي هاي ريسك للهاي ريسك إندفيدوالز. الريسك ستراتيفيكيشن ده بيبقى ليه بيولوجيكال إيفيدنس، يعني الأول بشوف العيانة دي البيوبسي التيومر سايز بتاعها قد ايه، الهرمونال بروفايل شكله ايه، البيشنت دي ممكن تريسبوند احسن للاندوكراين تريتمنت ولا الكيموثيرابي احسن، الهيرتونيو والتارجت ثيرابي هيكون افضل انها تاخد ولا مش هتاخد. الفكره كلها في الادجفنت مانجمنت او الادجفنت كيموثيرابي هو تو ايراديكيت مايكرو ميتاستاتيك ديزيز، عشان بعد شويه وقت البيشنت دي ما تدخلش مني بعد سنين مثلا في ميتاستاسيس في other site. يبقى ده to eradicate the micro metastatic disease وقلل كمان ال progression free survival، يعني البيشنت ما تقولش مني في recurrence after time. في هرمونال تريتمنت كمان، طبعا في هرمونال تريتمنت بيتاخد بدور الكيموثيرابي like the tamoxifen like the aromatase inhibitor، دول بنقسمهم لأناسترازول وليتروزول، وبناخد ستيرويد زي الاكزامستين، ودول برضو ليهم specific risk في البريمينوبوزال او في البوست مينوبوزال بيشنت. طيب اتفقنا قبل كده على كلمه نيو اجمنت كيموثيرابي، وعرفنا ان نيو اجمنت معناها تو ديكريز ذا انيشال سايز اند تو ابلاي مور بوسيبل باثولوجيكال كومبليت ريسبونس. يبقى انا بدي نيو اجمنت كيموثيرابي برايور تو سيرجري علشان احقق ايه؟ احقق ان انا اقلل التيومر سايز، فاقدر ابلاي مور اور ليس كوموربيد سيرجري، والحاجه الثانيه فور اورجان بريزرفيشن، والحاجه الثالثه فور امبروفمنت اوف واتس كولد باثولوجيكال كومبليت ريسبونس. لو اتكلمنا عن ميتاستاتيك ديزيز، ميتاستاتيك ديزيز تقريبا مشكلتنا الكبيره جدا 5 year survival بتاعتها بتبقى حوالي 24%، تعالى نتخيل في الستيج 1 ممكن توصل 90%، لكن في الستيج 4 هي بتوصل تقريبا حوالي 24% فقط. علشان كده الايرلي ديتكشن بيقلل جدا من المورتاليتي لانه بيقدر يكتشف عنه في الايرلي ستيج ديزيز. البروجنوستيك فاكتورز بيهمني السايد ده، هل هو فيسرال ميتاستاسيس اللي هو بون ميتاستاسيس، هل هو سي ان اس ميتاستاسيس، ولا السايت اوف ميتاستاسيس موجود فيه. في المانجمنت برضه هيبقى تقريبا نفس التريتمنت، لكن هيبقى الانتنت بالييشن، الانتنت ان انا اقلل من اعراض المرض، اقلل من البين، لكن ممكن جدا ما اقدرش اوصل للكيور الا لو كان واتس كولد اوليجوميتاستاتيك ديزيز هي ميتاستاسيس قليله في اماكن قليله، ممكن ابلاي مور كيوراتيف تريتمنت، يعني ممكن جدا تاخد اندوكراين تريتمنت، تاخد كيموثيرابي، تارجت ثيرابي اند بايولوجيكال ثيرابي. طبعا انا بشكركم جدا، وهيبقى في مجموعه من الاسئله للبريست كانسر وهندسكس مع بعض سو ماني ديفرنت كلاسيفيكيشنز، وهنتفق على ام سي كيو، وهنقول مع بعض كمان ان البريست كانسر زي ما اتفقنا ان هو وان اوف ذا موست امبورتنت، لكن حاليا بقى في ايرلي سكريننج بروجرامز اند ديتكشن ابلايد على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وده الحقيقه فعلا بيديتكت الايرلي كيسز وبيحسن جدا نسب السرفايفل وبيقلل الستيج 4 ديزيز. Thank you very much.